بسم الله الرحمن الرحيم. بغراوي محمد، رئيس جمعية المسيرة الخضراء لسباق الدراجات بالعيون. اليوم كنحتفلوا بذكرى المسيرة الخضراء 48 بسباق الدراجات الجبلية لأول مرة في جهة الصحراء بصفة عامة من منطقة العيون. هذا السباق اللي جاب شراكة ما بين جهة العيون وجزر الكناري بالجامعة الملكية المغربية والجامعة الإسبانية. اليوم كان ابتهجوا بهذا السباق اللي هو في المرحلة الأولى اللي فيه 6 مراحل، ومازال ينقصوا الطرفايا ونقصوا السمارة بإذن الله السميع العليم. مشاركة كانت جيدة شيقة، هاد الشراكة اللي درنا ما بين الإسبان وبين المغرب الحمد لله احنا كان ابتهجوا بها وكنفرحوا بها، كما فرحنا بالمشاركة ديالنا في المونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد تلفاني، رئيس العصبة ديال جهة العيون الساق الحمر للدراجات الهوائية. في إطار تخليد الشعب المغربي احتفالات المسيرة الخضراء المضفرة، ارتأت هذه الجمعية ديال لا فيدراسيون ديال كناريا ديال الجامعة ديال كناريا باش تنظم هذا السباق ديال الرمال بتنسيق مع العصبة وبتنسيق مع نادي المسيرة الخضراء للدراجات. المشاركون كان المشاركون 20 دراج اللي جاوا من جميع المناطق ديال لاس بالما، من لا غوميرا ومن لانساروتي ومن فوينتو بنتورا ومن لاس بالما. الحمد لله دابا درنا انطلاقه اليوم صباح اليوم من امام ساحه المشوار، والحمد لله دابا وصلنا للتشيرة وماشي، مازال غادي يمشوا ان شاء الله في الطريق ان شاء الله لابيست، غيمشوا حتى الجوانب ديال التشيرة ومن بعد الرجوع الى التشيرة باذن الله. المناطق اللي غادي سموها غادي المدار ديال هذا السباق فيهم التشيرة والدورة، وغادي يرجعوا من الدورة الصابور ديال الصحراء، واحد الكومبينغ ديال صابور الصحراء، ومن ثم غادي يدخلوا ان شاء الله باذن الله في الرابعه مساء في العيون ان شاء الله باذن الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.